ما يخفي على أهلنا مدينة الموصل، تعرضت إلى هزة أرضية. منطقة في هي مركز الهزة كان في إيران، منطقة إيلام، كانت بقوة 6.3 بالعشرة على مقياس ريختر. من خلال هذه الهزة تعرضت أيضا محافظات بالعراق، مجموعة محافظات من ضمنها محافظة نينوى. كان تأثير الهزة بسيط جدا، الحمد لله لم تسجل لدينا أي خسائر بشرية أو حتى أضرار مادية. يعني بعض المواطنين يمكن حس بهاي الهزة والبعض الآخر ما حس بها. من خلال هذا الموضوع يعني أوجه نداء الأهلي في مدينة الموصل، يعني الابتعاد عن الأبنية القديمة أو الأبنية الآلية للسقوط، لأن إحنا مو من ضمن الخط الزلزالي لكنه نتأثر دائما بدول الجوار. هل هنالك تحذيرات يعني مقدمة إلى أهالي الموصل بأن هنالك هزات أرضية ستأتي إلى المحافظة؟ الحقيقة هذا يعني إحنا ما تلقينا أي تحذير من مركز الرصد الزلزالي بهالخصوص، لكنه إحنا كجهة يعني معنية بالحفاظ على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بحال حدوث أي هزة إحنا عندنا إجراءات نتخذها من خلال فرق الإطفاء وفرق الإنقاذ الموجودة عندنا بمديرية الدفاع المدني. نعم. الفيضانات اللي حدثت أخيرا في عموم البلاد واللي تأثرت بها محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين، هل سجلتم خسائر في الأرواح و نعم، احنا الفترة الايام القليلة الماضية تعرض عموم العراق الى موجة من الامطار. طبعا هاي الامطار اكيد راحت امطار غزيرة، الامطار راح تؤدي الى فيضانات وسيول وغيرها. مدينة الموصل مثل ما يعني يعرف المشاهدين انه بالاخص المدينة القديمة، يعني بعد هسه لحد الان اكو الأجهزة الخدمية التي تعمل سواء البلدية أو الماء والمجاري ما أكملوا أعمالهم، فأكيد المجاري راح تكون ما مؤهلة لهذا الموضوع. تعرضت بعض المناطق للانغمار، وهي مناطق قديمة ودائما متعارف عليها في مدينة الموصل أنه تغمر، مثل منطقة الطوافة والغزلاني وغيرها، لكن الحمد لله والشكر ما سجلت عندنا خسائر بشرية. وإحنا أيضا بالتعاون مع الأجهزة الخدمية على الفور حركنا عجلاتنا الاختصاصية لغرض انتشال المواطنين العالقين ويعني الحفاظ على ممتلكاتهم. خسائر بشرية لم تسجل عندنا بمدينة الموصل. فيما يخص قضاء الشرقاط، إحنا تلقينا إخبار بيوم 23/11 من أحد المواطنين، مو يعني أكثر من مواطن اتصل بينا. مثل ما هو معروف للجميع أنه قضاء الشرقاط إداريا هو تابع إلى محافظة صلاح الدين، لكن من تلقينا الإخبار على الفور تم إرسال فرق إنقاذ من مديرية دفاع مدينة نينوى، وجهناها صباح يوم 23 إلى قضاء الشرقاط. بعد وصولنا إلى موقع الحادث تبين أنه الحادث عبارة عن سيول نتيجة الأمطار الغزيرة قادمة من منطقة الجزيرة مرورا بمحافظة صلاح الدين إلى قضاء الشرقاط، تحديدا قرية الحورية. كانت هي قرية الحورية انغمرت بالمياه. هاي القرية قريبة على 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 مجرى لسيل. هاي القرية طبعا انغمرت بالمياه، وكان في الضفة الثانية من القرية هناك جسر. هذا الجسر من جراء يعني شدة السيول انهار جزء من هذا الجسر، قطع الطريق بين وصول فرقنا يعني من جهة جنوب شمال الشرقاط مع جنوب الشرقاط. عندما وصلت فرقنا الموقع الحادث لقيت انه الجسر منهار، لكن بما انه احنا مزودين بزوارق تم اعداد الزوارق لهذا الغرض، قاموا فرقنا بالعبور الى الضفه الثانيه وانتشال المواطنين العالقين. وبنفس الوقت جهد هندسي عندنا يعمل مع البلديه قام بردم الجزء المنهار، اعدنا الجسر المنهار من خلال الردم، وبنفس الوقت انتشلنا المواطنين اللي كانوا عالقين في قريه الحوريه.
بالنسبة للخسائر سجلت عندنا 8 ضحايا من المواطنين، ويعني الحمد لله قدرنا نتلافى الموقف وانتشلنا كل العوائل العالقة في هذا القرية. هل قدرتم الخسائر في الممتلكات؟ والله ما يعني ما قدرنا هذا الموضوع، لأنه أكو جهات تخصصية بهذا المجال، إحنا عملنا يعني بأرواح المواطنين أهم. رسالة توجهها إلى أهالي الموصل بخصوص الزلازل والفيضانات. بالنسبة للفيضانات صادق العزيز، إحنا نوجه المواطنين الكرام إنه الأبنية اللي موجودة على ضفاف النهر في هذه الفترة، يعني تحديدا الأبنية الموجودة في ضفاف النهر، ابتعاد عنها، واللي يعني اللي إذا أكو هناك أبنية تجاوز مثلا التجاوز اللي قريبة على ضفاف النهر، يعني يفضل إخلاءها بالوقت الحالي، لأنه إحنا أيضا مقبلين وعلى تواصل مع الأنواع الجوية، مقبلين أيضا على أمطار غزيرة. فيعني أناشد أهلي مدينة الموصل الابتعاد عن ضفاف النهر والمناطق الوديان اللي بالإمكان تتعرض إلى الانغمار. أستاذ، يعني هذا العام سيشهد أمطار وفيضانات في العراق؟ يعني هذا ما نتلقاه من معلومات من خلال الأنواع الجوية، يعني أمطار غزيرة راح تجي إن شاء الله. يعني هو المطر يعني هو خير ومفيد لله، لكنه في نفس الوقت إذا ما أحسن التصرف ممكن أن يكون يعني مؤذي للناس.